معايا كابتن أمير توفيق، طبعا مدير التعاقدات في النادي الأهلي. كابتن أمير ازي حضرتك؟ والحقيقة ألف مبروك على التعاقدات الأخيرة للنادي الأهلي، ويعني جهد رائع وكبير جدا من حضرتك. كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. والحقيقه انا بحييك وباحيي المجموعه، اداره الكره. الحقيقه انا لسه كنت بتكلم في هذه النقطه، حاجه رائعه جدا جدا جدا، استثمار رياضي واستثمار فني على اعلى مستوى. قبل ما اسالك بقى في الاسئله الاخرى يا امير، الحمد لله كابتن، يعني زي ما حضرتك قلت كده، انا سمعت الانترو اللي حضرتك قلتها من شويه، يعني شبه لخصت التوجه العام بتاع النادي رايح لفين. يعني ايوه فكره ازاي تستغل لعيبه النادي الاهلي الموجودين الصغيرين اللي ممكن ما يكونش في مكان النهارده في الفرقه، ازاي بتطلعه بره في مكان يكون بيئه مناسبه انه يلعب فيها بشكل كويس، بيرجع لك بعد كده يكون دور مع الفرقه، والامثله واضحه عندنا في اخر سنتين مع النادي. نعم فان شاء الله كده تكون يعني، وفي الاخر حتى فيها استفاده فنيه ان هو يرجع لك في النادي الاهلي يستفيد، واستفاده ماليه ان انت مع الوقت بتقلل الصفقات شويه، خلاص تبقى الامور كلها معتمد على ولاد النادي او لعيبه النادي الصغيرين، والصفقات تبقى في اضيق الحدود، وفي نفس الوقت برضه استفاده ماليه انه بيطلع اعاره بفلوس كويسه فبتساعد النادي برضه ماليا. يعني اعتقد ان معظم اللعيبه اللي حضرتك او النادي الاهلي طلعهم خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، النادي الاهلي استفاد بيهم من الناحيتين، من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماليه. انت بتستفيد ماليا بان انت بتطلع اللعيب، فبالتالي انت دلوقتي لما تحب تجيب لعيب من الدوري الانجليزي زي ما عملت مع بيرسيتاو، بتقدر تدفع له اللي هو عايزه فيما يتوافق طبعا مع السياسه الماليه في النادي الاهلي، وبتقدر تدفع له لان انت موفر من وجود هؤلاء اللاعبين ومن الاعارات اللي حضرتك عملتها. طبعا يا كابتن، بص الموضوع زي ما قلت لك، الموضوع ليه كذا شق. فكره الفلوس او الدخل او مدخول النادي من قطاع الكوره عامه، في جزء منه بيكون ليه دعوه بالاعارات اللي بنطلعها بنكسب منها ماليا، جزء تاني ان حتى ممكن تجيب صفقات ممكن تكون حتى اسعارها غاليه شويه، بس بتعوضها انك بتجيب بطولات، البطولات دي برده بتديها مكافآت ماليه كبيره. طبعا الكلام ده كله بيساعدك ان انت النهارده في استقرار مادي ومالي في الفرقه او في قطاع الكوره، فبيساعدك انك تعمل عقود بشكل محترم، بيبقى عندك التزاماتك الماليه مع اللاعبين كلها في وقتها. النهارده احنا كل عقودنا النهارده دلوقتي مع الانديه كلها الصفقات كلها بالاسم، اللي احنا السنه دي في الويندو ده من غير طبعا تفاصيل ماليه كتير مع الانديه احنا معاهم، أيوه. مفيش ديل خلصناه كاش، ايوه كل حاجه كانت ده طبعا جزء منه ان احنا علاقتنا كويسه مع الانديه طبعا محليا، حتى علاقتنا كانت مع سيمبا علاقه مميزه جدا، الناس كانوا في ميكسوني كان التعامل كله كان فيه احترام جدا، لما كنا في انجلترا مع برايتون مع مستاو الناس متفاهمين ان في كورونا وفي وضع اقتصادي حتى دولي. النهارده فكره القسط تدفع على سنه او سنتين او ثلاث سنين بيديك برضه براح مالي انك بترحل التزاماتك الماليه على فتره كبيره مش فتره صغيره. ايوه فدي كلها حاجات بتساعد انك عندك زي ما بيقولوا كده الكاش فلو او بتاع النادي دايما الحمد لله بيساعدك ان انت تشتغل براحتك ويكون عندك شويه براح فيها. قبل برضو ما اروح للصفقات، عايز اسال حضرتك على ثلاثي الشباب اللي تم اعارتهم للانديه، بعض الانديه التشيكيه، ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد احمد بيسو. اعتقد النادي او ان النادي الاهلي يستطيع ان يصل او يتوصل لاتفاق مع احد الانديه التشيكيه وان انت تطلع ثلاثه من الشباب، اعتقد ان ده شيء رائع جدا للنادي الاهلي. وان شاء الله كابتن مش هيكون دي الوحيد، احنا عندنا دلوقتي بنتكلم مع بعض الانديه الاخرى في اسكتلندا ايوه وسلوفاكيا والتشيك وبلجيكا، ان احنا نبدا نطلع اللعيبه، واللعيبه اللي طلعوا اوريدي دلوقتي في تشيك بيتبص عليهم من بلاد ثانيه دوريات اقوى شويه. فالفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا النهارده زي ما استفدنا من الاعارات داخليا، نعم بنستفيد اكتر من الاعارات خارجيا. يعني انت النهارده ان برضه بره ممكن تكون الـ الكوره هناك ممكن تكون متقدمه شويه مثلا عن الدوري المصري شويه في اوروبا، الكشافين اللي هناك كمان مختلفين عن هنا بالظبط كده. فعندنا مثلا مثل واضح، بس طبعا ده كان قبل ما احنا نكون موجودين، لما خرج من النادي وكان الموضوع ما كانش خرج متنظم قوي، كان احمد عبد القادر. نعم احمد رجع من تشيك ما شاء الله، لو حتى تابعت يعني بشكل مختلف تماما، مظبوط واحد تاني. نعم فدي حاجه بتساعدنا جدا ان احنا النهارده اللعيبه بتوعنا اللي طلعوا فيه دلوقتي بنتابعهم،
ونتواصل معاهم اول باول على طول. وفي على فكره في سكاوتس بص عليهم في اوروبا دلوقتي بيتابعوهم عشان في الاخر زي ما قلت لك زي ما عملنا اشتغلنا مع لعيبه محليه في فكره الاعراض. اللعيبه اللي طلعوا في انديه اوروبيه برضو عندنا استفاده منهم ماليه، ان هو بعد كده لو ربنا كرمهم وكملوا في اوروبا بتكسب منهم ماليا في كل ترانسفير بيعملوه، فدي حاجه بالنسبه لنا مهمه جدا. والحاجه الثانيه ان هو ممكن اللعيبه دول يرجعوا لك بعد كده في النادي يكون عمل احتكاك محترم في اوروبا، ففنيا وجسديا وكل حاجه اللعيب بيختلف، حتى الفكر نفسه بيختلف. فدي حاجه برضه في معانا جدا قدام. ومن هنا اعتقد ان دور اداره كره القدم والعين الخبيره اللي موجوده عندنا في اداره كره القدم بتشوف اللعيب اللي النادي الاهلي بيستفيد منه وبيبقى موجود، زي مثلا ما اتكلمنا عن محمد شريف، زي ما اتكلمنا عن اكرم توفيق، زي ما اتكلمنا عن احمد ياسر ريان، زي ما اتكلمنا عن احمد عبد القادر وكل هؤلاء اللاعبين. امين. بص يا كابتن اسلام، احنا عندنا في كره القدم لجنه تخطيط بالتنسيق مع كابتن خطيب، الناس شغاله بشكل منظم جدا وكل حاجه ليها وقتها. نعم. احنا في وقت من الاوقات ممكن يكون مثلا بعض الاصابات بتقول ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل مثلا في لعيب معين. لا، الاداره بتكون عارفه ان احنا اللعيب ده توقيته في وقت تاني مش دلوقتي. فكل حاجه ليها نظام. احنا انا مره ومرات من فتره كبيره قلت احنا الويندو الجاي النادي الاهلي عارف هو عايز ايه. بالظبط. الويندو اللي بعده الاهلي عارف هو عايز ايه. فالنادي الاهلي يعني اللجنه والكابتن خطيب مع الجهاز الفني كل حاجه واضحه من بدري. احنا النهارده الحمد لله احنا اعلنا على 5 صفقات جبناهم قبل اصلا ما يجي فتره اعداد. فاهم قصدي؟ فمعنى كده ان في شغل اوريدي متحضر من قبلها والنادي عارف هو عايز ايه. ففي نظام موجود في النادي، النادي عارف احتياجاته من بدري الحمد لله، واحنا لبينا مع كل احتياجاتنا في الصيف ده. واحنا ان شاء الله ان شاء الله برضو بتكلم حاجه في القصه دي، ان احنا كده خلاص قفلنا الصفقات. تمام. كده تركيزنا كله منصب على ان احنا نبدا الفرقه تبدا فتره اعداد ان شاء الله بالقوام الجديد بتاعها. دلوقتي تركيزنا ممكن يكون اكتر في بعض اللعيبه النهارده عندهم عروض اعراض من الدوري المصري. بنتكلم مع بعض الانديه بنشوف ممكن اللعيبه تطلع الفتره الجايه عامله ازاي. فده المبدا العام بتاعنا الفتره دي، احنا خلاص الصفقات خلاص احنا لبينا كل حاجات الجهاز الفني واحتياجات النادي. فاتمنى ان الجمهور والناس تساعدنا ان احنا خلاص نقفل الكلام ده خالص. احنا شكلنا بعت ان خلاص ده قفلنا القصه دي خالص. يعني احنا ابتداء من النهارده ال5 صفقات اللي النادي الاهلي تعاقد معاهم هما الصفقات اللي هيبدا بيهم النادي الاهلي الموسم القادم. خلاص من هنا او من الوقت ده تحديدا احنا قفلنا موضوع الصفقات وبنبتدي نتكلم في فتره اعداد الفريق الاول ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. بالظبط، يكون في تركيز، عندنا بدايه موسم جديد، بدايه دوري جديد، بطوله افريقيا، لازم يكون التركيز كله مصب في وعندنا كاس عالم انديه ان شاء الله. سوبر افريقيا طبعا. في بعض الاعراض اللي ممكن تكون موجوده مطلوبه من النادي عندنا، دي بيتم بحثها مع اللعيبه ومع الانديه اللي بعتت لنا عروض عشان اعراض اللعيبه. نعم. في امور يعني ده حاجه ثانيه مختلفه عن الصفقات يعني. لكن بالنسبه للصفقات خلاص الموضوع انتهى، ولكن من الممكن ان نرى اعارات تخرج من النادي الاهلي خلال الفتره القادمه لانديه اخرى. بالظبط. صح كده؟ تمام. طيب خلينا نبدا في الصفقات، 5 صفقات استطاع النادي الاهلي ان هو يعمل الحقيقه او يلبي رغبات الجهاز الفني للنادي الاهلي. برضو علشان كل الناس تبقى فاهمة الموضوع، احنا مؤسسة النادي الاهلي دائما بتعمل بهذا الشكل، النادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي بيضع رغباته وبناء عليه بيتم الاتفاق عليها مع لجنة التخطيط، وبناء عليه حضرتك كإدارة تعاقدات بتتحرك على هؤلاء اللاعبين. مظبوط كده؟ معلش خططت اخر معايا واخر شويه، ممكن تقول لي معلش؟ بقول لك سياسة النادي الاهلي او مؤسسة النادي الاهلي دائما ما بتلبي رغبات المدير الفني ازاي؟ المدير الفني بيضع رغباته وبيتم الموافقه عليها من لجنه التخطيط، وبالتالي بتتحرك لجنه التعاقدات لانهاء هذه الصفقات. هي دي السيركل اللي بنمشي بيها داخل النادي الاهلي. بص يا كابتن، الموضوع في طريقين بنشتغل بيهم وحسب الفتره كل حاجه وليها وقتها. نعم. بنشتغل لا في النادي، لا بيكون في توجه للنادي، توجه زي عارف في لونج تيرم بلان وشورت تيرم بلان. تمام. النادي النهارده عارف ان هو عنده احتياجات في مراكز معينه في الفتره الجايه. مثلا في بعض المراكز انت عارف كمان سنه او سنتين هتكون محتاج حد في المكان ده. نعم. فبتقدر من بدري كل احتياجات النادي كنادي اهلي عامه بشكل عام في المركز. مظبوط. المدير الفني ساعات بيكون ليه بعض الرغبات بيتم التنسيق فيها مع لجنه الكوره وكابتن خطيب واداره التعاقدات. نعم. فهي ميكس
يعني هي المدير الفني مش قراره لوحده ان هو بيقرر حاجه زي كده، طبعا بشكل عام عندنا توجه عام للنادي، والمدير الفني بيكون جزء من التوجه العام ده، وبيكون في الاخر التنسيق بين الطرفين عشان نوصل لاحسن شكل لقوام الفرقه. تمام. مؤخرا او دلوقتي احنا اعلنا عن التعاقد مع مصطفى البدري كصفقة خمسة للنادي الأهلي خلال هذه الفترة، بعيدا طبعا عن اللي رجعوا من الإعارة، أنا بتكلم عن الخمس صفقات اللي جم من خارج النادي الأهلي. مصطفى البدري وصلته في إيه لهذا الموضوع، وكيف كان أو كيف أصبح مصطفى البدري لاعبا في النادي الأهلي؟ مصطفى من اللعيبة اللي كانوا خرجوا من النادي من حوالي سنتين ونص. في الفترة دي هو اتطور بشكل ملحوظ وعمل موسمين محترمين جدا في الدوري المصري، خصوصا الموسم الاخير. احنا يعني شفنا ان هو ماليا ممكن يكون القصه دلوقتي بالنسبه لنا عرض يكون مناسب، يكون عرض الولد ناخده دلوقتي في التوقيت الحالي. نعم. ونستثمر فيه برضه ونشوف ان القصه عنده عامله ازاي، تكون القصه برضه بشكل ده. الو 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 يا امير، اتفضل اتفضل يا امين. فدلوقتي فبقول لك ان احنا شفنا النهارده مصطفى ان احنا ازاي نستغله ونشوف هو النهارده يكون مع النادي الاهلي. بعد كده الخطوه الجايه ان هو يطلع اعاره الفتره الجايه. نعم. ويكون بالنسبه لنا ان احنا ازاي نستفيد فيه ماليا الفتره دي برده. تمام. ونتفرج عليه في الدوري المصري اكتر ويحتك اكتر في الدوري المصري عشان ان شاء الله يكون له معانا الفتره الجايه بعد كده. طيب اذا مصطفى البدري هو لاعب في نادي الاهلي وستتم اعارته خلال الفتره القادمه لاحد الانديه داخل مصر او خارجها. داخل مصر ان شاء الله. داخل مصر الفتره القادمه. احد الانديه اللي هتكون هتساعده، واحنا شايفين ان هي هتكون مناسبه جدا للفتره الجايه. وده في اطار الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني في اللاعبين داخل النادي الاهلي، خصوصا اللعيبه الصغيرين اللي احنا بنجيبهم علشان نستفيد منهم خلال الفترات القادمه سواء في الملعب او من الناحيه الماليه. بالظبط يا كابتن مصر، انت النهارده اتفرج على يعني ما شاء الله قوام الفرقه النهارده عامل ازاي؟ احنا قوام الفرقه الاهلي ما شاء الله من اقوى الفترات اللي مزبوط. ممكن يكون سكواد متكامل للفرقه. في كل مركز عندك منهم اثنين لعيبه يشيلوا الفرقه. تمام. فالنهارده لما مثلا فكره مثلا بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا هو امكانياتهم كويسه جدا ويكونوا فنيا ليهم مستقبل كويس قوي، بس النهارده ممكن لو جه دلوقتي مع فرقه عندنا يكون ما يلعبش، ما ياخدش وقت لعب كتير. مظبوط. فدي حاجه بالنسبه لنا لازم ان احنا نفكر فيها، ان ازاي اللعيب ياخد دقائق لعب اكتر ويكون يظهر بشكل اكبر وياخد خبرات اكتر عشان بعد كده يجي عندنا يكون الفرقه فعال، ما يكونش بس ان هو قاعد. مظبوط. يوري الصفه الجديده. وخلي بالك الجمهور واثق في اللي حصل لانه شافه قدامه، شافه في اكرم توفيق، شافه في محمد شريف، شافه في احمد ياسر ريان، شافه في احمد عبد القادر. فبالتالي ان حضرتك تجيب لعيب زي مصطفى البدري مقتنع كاداره تخطيط او كاداره كره في النادي الاهلي ان هو يبقى موجود معانا الفتره اللي جايه، ولكن نشوفه اكتر بره يستفيد منه النادي اللي هيروح يلعب فيه، وانا اقدر اعوض جزء مالي من اللي انا دفعته، وفي نفس الوقت الولد نفسه او اللاعب نفسه بيتطور من الناحيه الفنيه. بالظبط بالظبط كابتن. هو حاجه ثانيه برضو، ما انت النهارده في ناس تقول الاهلي غلط ان هو ساب مصطفى رجعه بعد سنتين. تمام. هو انا مش عيب ان احنا نعمل حاجه زي كده، فاهم قصدي؟ اللي بيحصل في العالم كله ان في لعيبه بيتطوروا بشكل سريع جدا، فانا بدل ما استنى كمان سنتين او ثلاث سنين يكون سعره وصل لرقم كبير جدا، لا احنا ممكن ناخده بسعر منطقي دلوقتي ويبقى معانا، فاهم قصدي؟ بتحصل في العالم كله، مفيش مشكله خالص يعني. مظبوط. طيب خلينا بقى نروح لبقيه الصفقات، بيرسي تاو ولويس ميكسيوني وحسام حسن ومصطفى فؤاد، اربع صفقات من العيار الثقيل. الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي متوسم في هذه الصفقات الخير خلال الفتره القادمه. عايز اعرف منك برضو الاربع صفقات دول، يعني اصعب صفقه بالنسبه لك كانت ايه؟ لا كلهم صعبين، بس طبعا اخر صفقه كانت تاو من برايتون. من برايتون. طبعا صفقه صعبه جدا جدا. برايتون كان الموضوع كان صعب، يعني تاو نفسه الموضوع كان معاه كان رايح جاي شويه في الاول. وان ازاي يكون ليه دور ان هو او ازاي يفكر ان هو يرجع مصر. ودي كان موسيماني صراحه كان مساعدني فيها بشكل محترم. ايوه. ودي مثل برضه مثل النادي، ان انت النهارده
مثلا كابتن خطيب عارف كل واحد عارف دوره في النادي، فاهم قصدي؟ يعني مدير الفني له دور، سيد مدير الكوره له دور، مدير التعاقدات له دور. بس في وقت معين الكابتن مثلا لو شايف ان ممكن المدير الفني يساعدني في حته معينه فبيتفضل فيها، فاهم قصدي؟ نعم ايوه. ده حصل مع تاو، بس طبعا الكلام مع برايتون هو اللي كان صعب جدا. الكلام مع برايتون خد وقت كبير، خد خد اكتر من شهر ونص. يعني هم كانوا متمسكين بيه ومش عايزينه يمشي. الفيديو كان فيه ارقام كانت كبيره قوي في الاول، وكانت صعبه، وفي الاخر الولد اتكلم معاهم واحنا اتكلمنا معاهم وقعدنا فتره كبيره يعني، لغايه ما في الاخر وصلنا الارقام وطريقه دفع مناسبه يعني. ولكن السؤال ده اعتقد انت اتسالته كتير، ان انت يعني لاعب يجي من الدوري الانجليزي للدوري المصري بتبقى برضو بالنسبه للناس، ناس كتيره سالت ان يعني انت عشان لاعب يسيب الدوري الانجليزي ويجي الدوري المصري بتبقى الامور صعبه شويه. بص يا كابتن، طبعا بنسبه كبيره، بس برضو اللعيب النهارده واحد زي تاو هو داخل على 28 سنه، عارف نادي الاهلي وافريقيا عامل ازاي بالظبط، وعارف نادي الاهلي هيساعده في المنتخب ازاي، وهياخد اي لعبة اكتر، وعنده كاس عالم انديه. الحاجات دي كلها كانت مختاره له في الفتره الاخيره. فالنهارده هو حتى كان بيكلم، وكان عنده عرض من الخليج مثلا تاو الفتره الاخيره، كان عنده عرض من عرضين من بلجيكا. بس في الاخر هو فضل يكون موجود في الاهلي، وده مش كلام، مش بقول كلام، انا عارف بحسن بيه الموضوع، ده الواقع اللي موجود فعلا. النهارده الاهلي في افريقيا الناس عارفه الاهلي رقم واحد في افريقيا، في المنطقه العربيه برضه الاهلي كاسم رقم واحد، كبطولات رقم واحد. فطبعا هو اسم جاذب لاي لعيب يكون موجود فيه. وده فرق كتير في وجود تاو خلال الفتره القادمه. طيب على الجانب الاخر لويس ميكسوني، واحد من اللاعبين الجيدين جدا وظهر مع النادي الاهلي بشكل مع او ضد النادي الاهلي في مباراه سيمبا بشكل رائع جدا، برضو لو تشرح لنا ايه اللي حصل في هذه الصفقه. لويس كان اشتغل مع موسيماني قبل كده في سان داونز. نعم. موسيماني كان عارفه، كان كل تعليقه ان هو كان اللي بيطلعه اعاره كل شويه عشان يكتسب خبرات اكتر، زي ما احنا بنعمل كده مع لعيبه عندنا دلوقتي في النادي الاهلي. ايوه. بعد كده لويس كان رفض الاعاره، كان عايز يطلع يلعب بشكل اكبر، يعني يظهر بشكل اكتر من وقتها، لغايه ما لعب في سيمبا واتطور ونضج كده الفتره الاخيره. فموسيماني بيتكلم ان هو حافظه، لويس لعيب كويس جدا، لعيب باللفظ، وكان بيقول دايما ان هو لعيب جعان كوره. هتلاقيه دايما حتى هو اجريسيف، طريقه لعبه نفسها اجريسيف، احتفاله بالاجوان اجريسيف، ده طريقته جدا كده. بيلعب يمين وشماله، بيلعب في الوينجين يمين او شمال زي بعض بالظبط. فدي حاجات في الوان تو وان عنده كويسه جدا. فكان موسيماني كان مركز معاه جدا، هو كان عايز يكون موجود. واحنا لما قعدنا تابعناه بشكل كويس الفتره الاخيره برضه، مشينا في اتجاه ان هو فعلا لعيب مميز ولعيب ممكن يكون اضافه لينا ان شاء الله. حسام حسن ومصطفى فؤاد، حسام حسن صفقة أكثر من رائعة الحقيقة، ومصطفى أيضا صفقة أكثر من رائعة، كريم فؤاد أنا آسف صفقة أكثر من رائعة، وبالتالي برضو الصفقتين دول بما أنهم صفقات داخلية وتم الإعلان عنهم خلال الفترة السابقة، إيه اللي حصل فيهم؟ نبدأ بكريم، أن هو كان الأول. كريم إحنا أيوه. كنا عايزين نجيبه من حوالي سنة، وحصل كلام عن نادي النجوم، وحصل كلام عن نادي ام بي ان احنا كنا محتاجين كريم يكون معانا من الموسم اللي فات. ايوه. لكن كان عنده لسه كمان موسم اعاره مع نادي ام بي، فالموضوع ما فيش زي ما احنا كنا عايزين قوي. فصبرنا لغايه ما يخلص الموسم واتكلمنا كان مع نادي النجوم، وكريم طبعا كان عنده رغبه كبيره في موسم الاهلي، وكان حصل كذا كلام برضه من بعض الانديه الاخرى، لكن كريم كان قافلها خالص، كان عايز يكون معانا. فالموضوع مع كريم ما خدش وقت كبير قوي، ومع النجوم ممكن يكون خد شويه وقت برضه في المفاوضات، لكن مع كريم نفسه الموضوع كان سهل جدا، مش مشكله خالص يعني. حسام حسن؟ حسام برضه نفس الكلام، كان الكلام برضه في الاول مع سموحه، كابتن خطيب طبعا مع المهندس فرج عامر، علاقتهم علاقه محترمه جدا، علاقه فيها احترام متبادل، فالموضوع برضه تفاوضيه ما خدش وقت كبير خالص مع النادي. وحسام نفسه كان عايز يكون موجود معانا، كان عنده بعض عضو الانديه الاخرى برضه، وكان بيكلمه كتير قوي، لكن هو في الاخر رفض كل حاجه وقال لهم لا انا في النادي الاهلي. تمام. طيب خلينا نروح لبعض الشائعات اللي حصلت خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا عن طاهر محمد طاهر واعارته، وعن حسين الشحات وبيعه لاحد الانديه في السعوديه، وعن محمد الشناوي ونادي النصر السعودي. نقدر نقول ايه في الثلاثه دول؟
بص يا كابتن، لا في اشاعات كتير طلعت. انا في اشاعتين طلعوا على طاهر، محمد طاهر ده وبدر بانون، اه كانوا اشاعتين وبدر بانون حاجه طبعا. اه مش منطقيه، اشاعتين حاجه تضحك يعني، مش حاجه منطقيه خالص احنا نتكلم فيها اصلا. ان هم يطلعوا اعاره دلوقتي، بدر من احسن اللعيبه اللي في المكان، في المكان ده في افريقيا، لعيب محترم، شخصيه محترم جدا. طاهر نفس الكلام برضو، لعيب بروميسنج جدا، هيبقى من اللعيبه المحترمه في الكره المصريه، وشخصيه نفس الكلام برضه، حاجه لايقه على النادي الاهلي. فطبعا مفيش كلام ده خالص. حسين الشحات كان عنده عرض فعلا من احد انديه السعوديه، نادي الحزم، كان عرض اعاره مده سنه، لكن كان في تمسك من لجنه التخطيط والمدير الفني ان هو يكون موجود معانا ما يطلعش. ايوه وحسين تقبل الكلام ده بمنتهى يعني منتهى الجمال، عارف اللي هو ما بالعكس كان ولا وصل الموضوع بشكل نهائي ولا حاجه، كان مقدر النادي رفض عشان النادي عنده حسابات فنيه، فما كانش عنده فيها خالص حاجه زي كده يعني. الشناوي ما كانش حاجه خالص ليه من بره. نعم الكلام اللي ده كله في الاعلام كلام مش كلام كله مش حاجه رسميه. لو كان في كلام اتقال، لكن حاجه رسميه جت النادي الاهلي لمحمد الشناوي ما كانش فيه خالص يعني. تمام. طيب خلينا نروح لمنطقة أخرى برضو، أليو ديانج. أليو ديانج وكلام كتير عن أحد الأندية في تركيا، أعتقد بشكتاش أو جلطة سراي، واحد من الأندية، جلطة سراي واحد من الأندية الكبيرة في تركيا. هل من الممكن أن يكون هناك شيء خلال الفترة القادمة في هذا الأمر؟ بص يا كابتن، احنا من بدري لما كنا بنتكلم على ديانج من اللعيبه المميزه جدا اللي احنا شايفين ان احنا ممكن يكون في استثمار مالي بعد لما خلاص احنا فنيا مش كويس قوي، فممكن ماليا يكون في استفاده، ما عندناش اي مشكله خالص. لكن في الاخر احنا جالنا عرض فعلا في جلسه السراي، وحصل كلام معاهم كتير قوي في القصه دي، بس في الاخر احنا عندنا يعني حد ادنى نعم عشان نقبل عرض اليو ديانج، وللاسف النادي جلطة سراي ما وصلوش، فلغايه دلوقتي هو معانا لغاية هذه اللحظة اليو ديانج مكمل في النادي الأهلي. طيب طبعا. بالنسبة لمروان محسن والأجاي، لا لسه كل حاجه في وقتها يا كابتن ان شاء الله يعني، موجود مع مدير معانا في كده خالص، وربنا سهل كل حاجه في وقتها. إذن الفريق أو يعني الشكل اللي قدامنا ده هو الشكل اللي احنا هنقدر نمشي بيه خلال الفترة القادمة، أو هم دول اللي هيبدأوا فترة الإعداد يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله يعني. إن شاء الله. تمام. يعني أمير أنا بشكرك جدا، كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. والحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا في الوقت المناسب بيتم كل حاجة حضراتكم عايزين تعرفوها بتعرفوها من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، ومن خلال مدير التعاقدات في النادي الأهلي اللي بيتكلم زي ما حضراتكم شفتوا، شخصية محترمة، إنسان عارف بيتكلم إزاي وعارف بيقول إيه، عارف اللي ليه وعارف اللي عليه، وعارف بيتكلم في معظم اللاعبين إزاي. فزي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا جدا فيما يخص الصفقات، وأهم حاجة خدناها في هذا الأمر هو موضوع الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني. الفلوس اللي حضرتك هتاخدها من معظم اللعيبة اللي حضرتك أعارتهم، النادي الأهلي أعارهم خلال الفترة اللي فاتت، وفرت لك مبالغ جيدة جدا عشان تقدر تتفاوض مع أسماء كبيرة تقدر تساعدك خلال الفترة اللي جاية. وزي ما حضراتكم شفتوا إن هناك خطة طويلة الأمد مع النادي الأهلي، أو بيعتمد عليها النادي الأهلي إن هو يعتمد على أكبر عدد من أبنائه خلال الفترة القادمة، وهو ده الاستثمار الفني اللي احنا بنتكلم عليه. كلمة الاستثمار الفني هي كلمة مش هتلاقوها درجة، محدش بيتكلم فيها كتير، ولكن النادي الأهلي دائما زي ما هو بيكون الأول في كل شيء بيبدأ في هذه الأمور ويكون الأول في كل شيء. كابتن خطيب بيجيب جون كده دايما يعني، ما زال بيجيب جوان لغاية دلوقتي الحقيقة، وهو في كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه عنده مجموعة عمل الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين، كلها أسماء محترمة، كلها ناس محترمة، لجنة تخطيط الكابتن محسن صالح، الكابتن زكريا ناصف، مدير قطاع الناشئين كابتن خالد بيبو، مدير كورة كابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن أمير توفيق في إدارة التعاقدات. الحقيقة مجموعة عمل عارفة كويس قوي هي بتعمل إيه، سواء للفترة القريبة القادمة أو للفترة البعيدة زي ما حضراتكم سمعتوا من كابتن أمير توفيق. عموما دي كانت كل الأخبار فيما يخص فريق النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية.